بسم الله الرحمن الرحيم. حل المعادلات التالية: 2 جذر مربع 2 في إكس ناقص 1 تساوي 3 جذر مربع 2 في إكس زائد 3. المعادلة الثانية: جذر مربع 3 في إكس زائد 5 يساوي 2 إكس ناقص جذر مربع 3. جذر مربع 2 في 3 جذر مربع 3 في إكس ناقص 1 يساوي 2 جذر مربع 6 في إكس زائد 3 جذر مربع 2. نبدأ بالمعادلة الأولى. لدينا 2 جذر مربع 2 في إكس ناقص 1 تساوي 3 جذر مربع 2 في إكس زائد 3. سنأخذ المجاهيل إلى طرف، يعني سأخذ 3 جذر مربع 2 في إكس إلى هذا الطرف، ستتغير الإشارة تصبح ناقص 3 جذر مربع 2 في إكس، ناقص 1 أخذها إلى الطرف الآخر تتغير الإشارة يصبح زائد 1. لدينا هنا إكس إكس فأعمل بإكس، يعني إكس مضروب في 2 جذر مربع 2 ناقص 3 جذر مربع 2 يساوي 4. 2 جذر مربع 2 ناقص 3 جذر مربع 2 تساوي ناقص جذر مربع 2 في إكس في إكس تساوي 4. إذا ناقص جذر مربع 2 في إكس تساوي 4. إكس يساوي 4 قسمة ناقص جذر مربع 2. إذا ناقص هنا أو في المقام أو في البسط، نضعها في البسط. لدي هنا الجذر المربع أتخلص منه، وذلك بضرب المقام في جذر مربع 2. جذر مربع 2 في جذر مربع 2 2. ضربت المقام في جذر مربع 2، أيضا أضرب البسط في جذر مربع 2 كي أتخلص من الجذر المربع. الآن ناقص 4 قسمة 2 ناقص 2، أي أن x تساوي ناقص 2 جذر مربع 2. إذن العدد ناقص 2 جذر مربع 2 هو حل هذه المعادلة الأولى. نمر إلى حل المعادلة الثانية. جذر مربع 3 في x زائد 5 تساوي 2 x ناقص جذر مربع 3. جذر مربع 3 في x زائد 5 تساوي 2 x ناقص جذر مربع 3. إذا كما فعلنا سابقا أخذ المجاهيل إلى طرف، يعني جذر مربع 3 x أخذ 2 x إلى هذا الطرف مع تغيير الإشارة تساوي 5، أخذها إلى الطرف الآخر تصبح ناقص 5 ناقص جذر مربع 3. أعمل ب x، x في جذر مربع 3 ناقص 2 تساوي ناقص 5 ناقص جذر مربع 3. إذا x يساوي ناقص 5 ناقص جذر مربع 3 على جذر مربع 3 ناقص 2، لكن علي أن أتخلص من الجذر المربع في المقام، لذلك سأضرب المقام في المرافق، سأضرب في مرافق العدد جذر مربع 3 ناقص 2. مرافق العدد جذر مربع 3 ناقص 2 هو جذر مربع 3 زائد 2. إذا وقبل ذلك أضرب البسط في ناقص 1 والمقام في ناقص 1، إذا تبقى المعادلة صحيحة. إذا ضربت هنا في ناقص 1 يصبح لدي 5 زائد جذر مربع 3. إذا ضربت هنا في ناقص 1 يصبح لدي ناقص جذر مربع 3 زائد 2، يعني 2 ناقص جذر مربع 3. الآن سأضرب في المرافق لكي أتخلص من الجذر. مرافق 2 ناقص جذر مربع 3 هو 2 زائد جذر مربع 3. سأضرب 2 ناقص جذر مربع 3 في 2 زائد جذر مربع 3 لكي أحصل على تطابق هامة على شكل أ أس 2 ناقص ب أس 2. لكن إذا ضربت في هذا المرافق علي أن أضرب أيضا البسط في هذا المرافق. إذن 2 ناقص جذر مربع 3 ضربتها في المرافق، أيضا هذا البسط أضربه فيه نفس في المرافق نفسه. الآن أصبح لدي متطابقة هامة في المقام، لدينا أ ناقص ب في أ زائد ب، يعني متطابقة هنا أ أس 2 ناقص ب أس 2، وأنشر البسط. إذا نشرت البسط سأحصل على ما يلي: 5 في 2 10 زائد 5 في جذر مربع 3 زائد جذر مربع 3 في 2 يعني 2 جذر مربع 3 زائد جذر مربع 3 في جذر مربع 3 يعني 3، الكل على 2 أس 2 ناقص جذر مربع 3 أس 2. ثم أتابع الحساب: 10 زائد 3 سوف نجد 13،
خمسة جذر مربع ثلاثة زائد اثنان جذر مربع ثلاثة تساوي سبعة جذر مربع ثلاثة. خمسة جذر مربع ثلاثة زائد اثنان جذر مربع ثلاثة هي سبعة جذر مربع ثلاثة. الكل على اثنان أس اثنان أربعة ناقص جذر مربع ثلاثة أس اثنان يعني ثلاثة. إذا قلنا عشرة زائد ثلاثة ثلاثة عشر زائد سبعة جذر مربع ثلاثة، الكل على واحد لأن أربعة ناقص ثلاثة هي واحد. إذا إكس تساوي ثلاثة عشر زائد سبعة جذر مربع ثلاثة. إذا العدد ثلاثة عشر زائد سبعة جذر مربع ثلاثة هو حل المعادلة الثانية. نمر إلى المعادلة الثالثة والأخيرة، جذر مربع اثنان في ثلاثة جذر مربع ثلاثة في إكس ناقص واحد تساوي اثنان جذر مربع ستة في إكس زائد ثلاثة جذر مربع اثنين. إذا هذه هي المعادلة الثالثة. إذا لدينا المعادلة، الآن ننشر جذر مربع اثنان في ثلاثة جذر مربع ثلاثة إكس يعني ثلاثة جذر مربع ستة في إكس ناقص جذر مربع اثنان. ضربت جذر مربع اثنان في هذا العدد ناقص جذر مربع اثنان في هذا العدد تساوي اثنان جذر مربع ستة في إكس زائد ثلاثة جذر مربع اثنان. أتابع دائما، ناخذ نجمع المجاهيل في طرف، اخذ هذه هنا لدينا المجهول اكس اخذ الى الطرف اخر يصبح مع تغيير الاشاره 3 جذر مربع 6 في اكس ناقص هذا العدد اخذه الى الطرف اخر. اما ناقص جذر مربع 2 فاخذه الى الطرف الاخر مع تغيير الاشاره تصبح زائد جذر مربع 2. اتابع هنا بالتعميل، اعمل باكس، اكس في ماذا؟ إكس في 3 جذر مربع 6 ناقص 2 جذر مربع 6 تساوي، هنا أعمل بجذر مربع 2، لدي جذر مربع 2 جذر مربع 2 فأعمل بجذر مربع 2 يعني 3 زائد 1 في جذر مربع 2. وفعلا 3 جذر مربع 2 زائد جذر مربع 2 هي 4 جذر مربع 2 مباشرة بدون تعميل، لأن الذي هنا 3 جذر مربع 2 زائد 1 في جذر مربع 2. إذا عملت بجذر مربع 2 سيظهر 3 زائد 1، 1 في جذر مربع 2. 3 جذر مربع 6 ناقص 2 جذر مربع 6 هي جذر مربع 6 في إكس. 4 جذر مربع 2، إذا إكس يساوي 4 جذر مربع 2 على جذر مربع 6. علي أن أتخلص من الجذر المربع في المقام فأضرب جذر مربع 6 في جذر مربع 6. أيضا البسط أضربه في جذر مربع 6 لكي أتخلص من الجذر المربع وتبقى المتساوية صحيحة، جذر مربع 6 في جذر مربع 6. أيضا في الأعلى 4 جذر مربع 2 في 6، هنا 2 2 إذا 4 جذر مربع 12 على 6. أتابع، أقسم هنا على 2 وهنا أقسم على 2 فيصبح لدي 2 على 3، 2 على 3 جذر مربع 12. أتابع جذر مربع 12 تساوي جذر مربع 4 في 3، أخرج 4 من الجذر يصبح لدي 2 جذر مربع 3. إذا جذر مربع 12 تساوي 2 جذر مربع 3، وأعوض جذر مربع 12 بقيمتها هاتي. إذا إكس يساوي 2 عوض جذر مربع 12 أكتب 2 جذر مربع 3 وأتابع الحساب. إذا إكس تساوي 2 في 2 4 جذر مربع 3 على 3. إذا العدد 4 العدد 4 جذر مربع 3 على 3 هو حل المعادلة الثالثة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.